المهم غنبدا جن 8 مينوت جن 5 سيكون تنكومانس ان شاء الله. قادنا نهار ميخ فرانس سيور المواضيع موجود نسيتي اطوار تصمد لي ما نقصاغ تصمد نسيتي ما تيري مليح ما راي جني جن يشتن يشتن نطحها بالزيوم غانخ ونشي نعاود طاح وخ زي غاوم لو صح هذا التعبير. المهم نرجع جن سيكوند وش تفنكم ان شاء الله قن خذاني تاكيد هو ما نسيور مليح نهار غارخ المواضيع اتصخ خاصنا نسيور نسيتي ما كي ناخذ قمم ونسيتي كذلك يعني ادنى نفسوس يعني خرغ بعض الاراده. المهم نرجع 500 600 نوذن نوذن ان شاء الله أزولي ثومات سلام مارا خوم خوم يجن يجن عجاها يمشي المهم لكم ان شاء الله. المهم الموضوع مزورو المواضيع مزوره نحاول قدر المستطاع يعني خاصني كيخد غياب دايرين مختصرين الموضوع مزورو يخفغ السيورخ في وش ان شاء الله ذي ثندين تن ستراسبورغ غا 22 قد نيجي الوقفه. المهم تنضميت اللجنة ستراسبورغ يعني الأحرار إحواريين ستراسبورغ يعني وجيشا إني قوان ستيلي كوماند يوذانا غاخ دايس انتقى الكاملة يوذانا ذي مزدقان يوذانا وكشي خاسن الشهادة والقيم خربدة خاسن الشهادة. المهم ثي وشا إن شاء الله غا ثنين ذي ستراسبورغ إني خسنا دزان ثم العنوان ذي لاندريس هاد عقبا غصف حينو هادي النية فين تسمى المول الساق دايس ساعات دايس ميس غاث كوماسا دمرمي غاث كوماسا دماني غاث كوماسا. المهم تتاخزي مارة ثومات ذي اسمى بالخصوص يوذان من ستراسبورغ ذي يوذان يوثسن ستراسبورغ قد غان خسن مارة اكيد نخضان دقو بالديني ايتق اللجنة من ستراسبورغ ذي ثندين من ستراسبورغ نشخصيا يعني بمعياني برفقة مجموعة يثمس زي دوسلدوف يعني بالخصوص اللجنة من دوسلدوف يعني اللجنة الحقيقية والأصلية من دوسلدوف أناح جماعة يعني 12 الأشخاص دونك 12 يثمثناخ زي اللجنة من دوسلدوف في وش إن شاء الله أنا هو أنا حنحضاق يثمثناخ ذي الوقفة نيخذ قبدي إغاية توقن دي ثندينت من ستراسبورغ سويني انت تار الزيوم ان شاء الله سما زيرات جغمور ناخ التاسنتي والشاكي ناخ حضام نشينا دنو يعسى وخا يقجو بريشا 500 كيلومتر ولكن ما مش نقارب دا في سبيل عريف انو يوع 500 الف كيلومتر وجيبوغا 500. المهم ذوا يعني تا الموضوع عن الزوارو ما مش نغرخو اخاس نسيو شويت مختصرا يعني الى حد ما ذيني عوض يعني الوقفة الثانية إن شاء الله يعني اقتجاع الوقفة ذي المسيرة أنغزاي وذان ما يطاس مدروس ثني غيتوق إن شاء الله نهاء 24 فبراير ذي ثندينت إن ستوكهولم ما مش تسنم السيور غدخاصة التاسيموان أخذ دعاوض أخذ السيوراخ باش هاد السكري جوراغي السانيتا إيايث ميريفيين ذي الدول إسكندينافيا ذي السويد ذي الدنمارك ذي النرويج قاغاس نيايث مايا ذي اسما مارا إيجان ذي الدول إسكندنافيا أمسا قانخ أذييري أنها 24 زي 2 نشينا قان قصة وريقت إلى حدود الساعة ذي نكتازي 20 شخص أنمون قيجن تيارة إن شاء الله أتنطلق زي شارلي غوا غا المطار الدولي من ستوكهولم أنا حنمون ذو مثل درعاشات أدنى عقب كذلك دونك نشين نيخ كتازي 20 شخص إلى حدود الساعة أن راح جيجن تيارة
وني تدي جن خبايس صفرا حتى سطاس سويني قار دوارة باش نتفتخا نيخ نتعتزا، ولكن باش عندك شويه الموتيفاسيون، باش عندك شويه تسمى الحافز باش نسجع اي ثما ذي الدول الاسكندنافيا قاغاهم للمره الالف نهار 24 مره ابريد انتوين غتندين ستوكهولم انا مسقعديني ان شاء الله. المهم ذوا تاد النقطه واستنين ما مشني غرخو احاول قدر المستطاع السوارخ شويه باختصار ذي المواضيع في مزبوره الموضوع ويسرد. يمكن اتصل نتوما توغاس الورخبا غاو عشية تغاديني مجموعة من الشباب إريفيين هولندا، يعني ذي إريفيين دي هولنديين بحكم سمى الجنسية نسن جين، يعني هو فن يعني بشكل ديمقراطي بشكل حضاري وإنساني كتعبير خجل باحتجاج سلمي حضاري نيخذ فن غالسفارة نيخ القنصلية وفي ثار دول الاستعمار المغربي ذي دينها الصراحة، يعني فاح خطاس ومستقبلا ماني تيتاد في سما يعني في إطار التصعيد يخفن السوار ربدا كونترا الدولة العلوية، لأن خمين السوار القنصليات خمينين السوار السفارات فينات مثال رسميا الدولة العلوية، يعني مرات جمد نخ مرات اقتحمت السفارة نخ القنصليات جروبا يتاويد أنه اقتحمت يعني البرلمان المغربي، يعني ذي جن مؤسسة غا السيادة يعني المغربية يكحكمن ذي المؤسسة يا سويني وشيد تكريج الإشادة طمقرنت زكايت ما إريفيين من هولندا بالخصوص إريفيين دينها، يعني الفعلة يتعتبر خنشي جن فعل احتجاجي مشروع وذي ذي جن ماشي حسب خس. وكرر من جين ايث مثنخ نهار ذي دينهاخ ذي القنصلية العار المجرمين اقترن، يعني نش شخصيا توافق خثن طولا وعرضا ومستقبلا ثمانية إغازات الدولة العلوية مادام قد صعد ورنشينا نصعد وانتغيمي بونت فواروج نيخنس حسا غين نشي قال للتصعيد يوضر وقت التصعيد وذين بوشن الحل الدولة يا يتما غير التصعيد، تصعيد في كل المجالات، تصعيد سياسي، تصعيد سماس الاقتحام بأي وسيلة متاحة إلا ونصعد الدولة يوم قان الدولة العلوية ذي المؤسسة الناس إغاس ذاني تذكروبا للمرة الألف أحيي إحذريين ندينها خلخطوة الغير المسبوقة إدجين نهارا وتتاخذ الأحرار النغني سما اللي حذوهم، يعني اذق نوراني ثني مانايا ونشين لي دوسلدورف اللجنه دوسلدورف كان مستعد ان اقتحم السفاره عفوا القنصليه يعني اوفيثا ذي الدوله الالمانيه وكان مستعد ان تحمل مار العواقب مانايا راح بس ناخذ العقوبه وراح نديج المشكل في سبيل يا ريف كان مستعد ان اي حاجه غير للتذكير للتذكير من زيرخو سيورنت كيدي يتما زي دينها ننش كتا زي سبعة المواقع يعني الصحافة الجرائد ديوسي من زي دقة تصعيد يتجو غير دولة إذا تجي الصحافة نسند المخابرات نسن أتحركن أدخلن وغير خاسن دونك أكرر أنه سنتيد سبعة المواقع جا الصحافة الجرائد المواقع الإلكترونية وما عليك عن ينديني غير مزين ساعات ربما يروسين تحت القنوات التلفزية إذن مستقبلنا يثمع هذه نيري دقة النوع يعني دقة الأشكال التصعيدية أنفلع عن هجمة غير المؤسسة أنفلع عن شافيخ في النخاط وورا يعني ما نيري قضاكي تصبع ونشقاخ أقنخ مستعد لكل العواقب ربما خلق العقوبة أقانخ مستعد ربما خوين غير حبس أقانخ مستعد مرايو يشو ليمان نيخ هولندا غير حبس السنة بعد أنا وقت تصدقو ذي ثمواذوش يشيره سميد أدو تشاهده شقن مالتا يعني تحتاره من شمال أوطيل المغرب هاش تؤمني غير حسد ذي حبس من أوروب. ولكن في المقابل أورا أثي ذينيخ مع الأسف الشديد
مع الأسف الشديد ذي الوقت إذ روح نيث مثنخ غالسفارة كشكل من الأشكال الاحتجاجية الحضارية الإنسانية تغاذني في المقابل ربعا ذي النوذان محسوبين خالحراك الشعبي ذي هولندا سحسث أورا مليح ذي الوقت إذ يثمة مثنخ تعرضنا الحياة نسن للخطر لو صح هذا التعبير نتف في المقابل تغاذيني الأشخاص تطفن التليفون تراغني وذن نغني قانسياكم أتحم أتحضام نيخ أتشاركم للعمل والاحتجاجي إتقن الدرارية مع الأسف الشديد الشخص هو يعني نش تفاجئخ والله العظيم إلا تفاجئخ يعني الشخص هو إحضا ذي مار الوقفات إحضا مار المسيرات يعني تلك المجهود النسخة الريف ومع ذلك يترغي وذاني قارس واحد طاطشة يعني جيث مثنخ ذي الشكل النضالي جي النهار مع الأسف الشديد السدحيخ يعني وغارب هو غنبوب ويتسدحين متى والله ما جيغت اسم النس مشى ربما يغلط أسنكش الفرصة ربما غادي يراجع المواقف ربما غادي صح هو راه تجبون شي ثقة هو رانا نايت جيت ما رخو ذي 5 مينوت قبل ما تدخل اللايف سيور انت كيف عفوا نانا يبليج الشخص اقثى كيد سن نيخ تغاثى كيد سن يتراغى مع الاسف الشديد يقارسني وذن وتحت شاء اضحضار نيخ تشاش ميثمث ومذي الاقتحامي سوينيا انت تازي سيدار بيبنا دماز ديارا بيع سما زيارة ربي العقر هذه ترجع باللي وديج الموقف سما لا يشرف يجل الإنسان الدفاع خريف لا يشرف يجن الشخص يسير همنا الريف نخيسي الشعار الريف فوق كل اعتبار سويني هتحاول قدر المستطاع نهارا ونخس ودناني الأعداء غانخ ما يكفي من الأعداء سويني نهارا هتحاولخ ودسيور خشادي الموضوع ذمانايا ممشقان نبدأ للتخوين يوم المهم للمرة الألف قبل ما دعذوخ ذي النقطة يا تقدم خيجن التحية الطم قرانتية يثما سكوريجن سيسمنس كوريجن سيسمن الناس قاغوام أكني وحفظ صيدة ربي وانت تاع زي اللجان الحرة عادي جا المتبقية انت تاع زي الأحرار أنه أضحضان نخذينا ذي الأشكال التسعيدية غيرين مستقبلا على أي غير ثومات تقند ضرب عظم واسمه ونقاقاخثن ربما التهم مشان يجوا تجيبو ذوني اذا تفاديا التهم محد تاكد مليح اثومتين والتهم ثراديج المهم انتقل للنقطه الثانيه لان من يعذون من السيور خرخو يتغي ماديج النقطه واخا تو غادي ني ثلاثه المواضيع مختلفه نقطة يخفغ السيور أخر خو أي إثماء أي إسماء يجي النقطة مهمة يطاس ما مش نسن أنه زكامي بذا الحراك ذاني تاذ جروبا إلا وانتف في الطرف النقيض يجن تيار نغني يتحاول قدر المستطاع أنه أضياز الحراك بكل السبل المتاحة المشروعة وغير المشروعة أكرر زقامي بذا الحراك لمدة رخو عام وخمس شهور تقريبا انتف ديني نجل الإطار نخيجن سميجن الحركة تحاول قدر المستطاع أنه أطاز الحراك ذي أوروبا تقن جميع المحاولات تقن جميع الإمكانيات المتاحة من تمنيات الإعلام خارق اللجان تقن مجموعة نحو يج مغى فقط حمته في أطاز الحراك وللغرابة في الأمر أن يوذنا يقازون ضازن الحراك نهار ذكروبا
نشي نسني إلا المصدر النص الدولة العلوية ثاني تظهر، ولكن الدولة العلوية تسخاد إيوذان ذايث ماثنخ إيوذان ينتمون إلى أرضنا سور نيرتنخ استعرفت من بني جلدتنا مغا من زي الدولة العلوية تستوعب تفهم إلا يعرفي عماس أضيتيق إلا في شخص مرد عارفي سويني وثقيم شد الدولة العلوية تعتمد يعني خيوذان وانتريبو عنصريين ولكن يوذان إمغربيين السور تعرفت من زي ذي الذاكرة الجماعية الإنسان عارفي لمجرد هذه سر تعرف يتريديني جن التنافر يتريديني جن عدم الثقة جعل الإنسان عارفي ذي جن الشخص يعني ذا مغربي السوار فعرفت لسبب بسيط جدا غاس المبررات المنايا غاس ترسبات ما يمي من زي الإنسان عارفي يعانى ولا يزال يعاني إيجي جن الشخص قانس أمغربي نشذنيتا وجمع خبوم مرة مغربيين حاشا ولا يعرض نش سنخ إلا ذيني مغربيين ضل أحرار حسن زقوطة سيريفيين ثاني تديج الحقيقة تظهر ولكن في نفس الوقت أقذين التاسي مغربيين شاهنا نخنشين كإيريفيين لأنه 58-59 ذي مغربيين يخي قيل شارعي من 84 2011 2016 2017 أرمي يدور الإنسان عارفيخ مني تسريت عرفت يتقذ يتنخرع ويتقش هذه الشخص النير نخص نخوة نخص ذاني تدولة العلوية ما مش قاخر بدأ بحكم غاس الإمكانيات هائلة غاس خبراء في جميع المجالات لا السيكولوجية لا البسيكولوجية دارس الظاهرة يا وظن يعني الدولة العلوية تستوعب باللي إنسان عارفي باش استشهد إخسى هذا السكر إجن داري المنايا يوقع حتى للحراك أي إثم أي إسم الدولة العلوية تسخاد إيوذان ذيريفيا ذي إثم أثنخ مغا باش الغياء التبنيد إجن الرابط الاحترام إجن الرابط انتقى جارج ذي الآخر منايا السوارخي عامة الناس يقد حلل الامور سجن السطحية يعني وزن ما تعمق وزن ما تسنني وذان الحقيقه انه ذان لنا ما روى تجيد بوذ ميسن المجال ما روى غاكي جن تجربه ميدانيه ما روى غاكي جن تاريخ نضال اذا زرع وزن ما تسندي وذانا اخف السوار خمورخ اذا باختصار شديد قاخ باللي الدوله العلويه يعني توظف اي ثماثن خذيري فيين باش اذنيثني خيازن اذنيثني خياشان اذنيثني ايتقنهارة في زمار تيم قرنين حمتاف يعني ما يسمى استعرافت بنصف الحراك الأوروبي يعني الحراكي جندا ذو جروب وعلى سبيل المثال يا إثم على سبيل المثال اذنصاصي جنموذج يعني نجل المؤسسة نجل الإطار يخدم رنت تدر خدمة الناس هو خرق ذا نصف نخ محاولة نصف الحراك الأوروبي من يعني على سبيل المثال لنجي المؤسسة ذي هولندا ربما تسلم خاص مؤخرا قانس ريف أليرت يني ويسين ريف أليرت ريف أليرت ديج المؤسسة نيخ ديج الجمعية نيخ ديج الإطار ظاهريا يعني ذي الواجهة الناس من يتبنى نستي الطوين تدعي أن الإطار هو يتوأسس من أجل الدفاع عن الريف من أجل الدفاع عن مستقبل الريف ذا المصلحة نعرف ولكن ذي العمق الناس ذي الجوهر الناس المؤسسة يتا عماس إلا تسد حمتاف الدفع خارف بتاتا مغا أولا المؤسسة يتومي قان ريف أليرت مرمت وأسس تأسست
سمح تا هي سونات خفي بنادم وفهم بنادم قلت كي دي غزال دي لايف اتس نايت. المهم وفهم خوالو على اي درخي ان شاء الله. المهم المؤسسه، لان الموضوع انا راه ديري شويه حمايه الطز، ربما قي مستعد لاي متابعه قضائيه لاي شن حاجه قي مستعد، وغير هذه المشكله تقول دونك باش سما نوضح ذي مسرايين يوذان من مشقة آخر بدا للريف مستعدين أن نضحي ستودع في النخ ماشي سعى من نحبس نيخد عامين نيخد 10 سنين نيخد 5000 نيخد 6000 نيخد 7000 أورو ما وص أقانا مستعد أن ضحى من أجل الريف. أدعق بخال الموضوع الريف أليرت. الريف أليرت تأسست مباشرة بعد اللقاء مزوارو يتوجن دي الاتحاد الأوروبي مباشرة وانس تؤسس ما يسمى بريف أليرت. سمحت لك شي صونا التليفون عاود وفهم خي بنادم ولا ما فهم غاس بنادم يستني لقيتك خلاي في تصونا تخش والمشكل خوث تغا دانيتا الصراحة والله ما فهم واش تو شيخ دي الموضوعان يخي انت تيري قولي ما نمشي ونشكل المشكلة الريف أليرت مشكلة صح سبحان الله العظيم. المهم نحاول خلني غوم الموضوع هذه يري حساس الطاس الموضوع هذه يري حساس وخطير جدا ونشوف دقة وما قيم مستعد لكل شيء. نيخ المؤسسة يا نيخ الجمعية يا نيخ إتجان غاسيج الغطاء حقوقي نيخ إلى آخره ذي العمق الناس نسن وميتخدم يعني في بداية الحراك من توغاتك توغات كونترو توغا تكونترو الوضع تماما ما مش توغا تكونترو الدولة العلوية الحراك ذا القادة الحراك الدولة العلوية غوم زوارو مي يبدا الحراك في سيمانين ني وتجيبو جدي في سيد باللي قتير عني ريفي نيد الشباب هذا كنيج عايش نشهاني خيج نشهريان هذا يوالا ضعف ولكن تفاجئ دونك نفس المنطق يزيد تعامل يتصونا يا إذا ثوما توجيبوس تليفون يتصونا يا يدغى الميسنجر ولكن كيخ الغلط إيري كسخ الميسنجر نيري مسح سكورشي. المهم السيتي مخوتي تعويض شرخ دونك يا إثمان نيخ باللي يعني المصدر من الأفكار المؤسسة هي نفس الأفكار الدولة العلوية أقوم يعني غاس نفس التصور نفس تحريمشت نفس الخدعة ما يمقى خوارا الدولة العلوية ومي بدا الحراك ما مش دني خرخو عاد وجبو ديريكت تروح ثمن عدي وذان ديريكت تيسي وذان توجيثن غير حبس بل تغاد كسيد قني بشيء من الحذر بشيء من اليقظة بشيء من المراقبة تكون تروات غزاء الأمور ما قوانت غزاء ما قوانت غزاء نفس الوضع التنهج ثاني تا أميقان مؤسساني خريف أليرت والسني مزورة ومي بذا الحراك نقى مجموعة الوقفات مجموعة المسيرات تغى وجن بشكل نهائي مشى لمجرد أنه اللقاء مزوار ذي الاتحاد الأوروبي أوانس ديريكت تسد باش تأسس مغا من زي توالن مستقبلا الوضع ذاني تاذ جروبا ويتغيمشا يعني راهين نيخو ويتغيمشا مرتبط فقط المظاهرات الوقفات لأن الأمر ذي يسجل الحجم النغني ذا قرآن إذا نهني من جين ضربة استباقية إزوان الأحداث دغيا قرعا السن المؤسسية ماغا حومة تفزي السوارن سيس من عارف وذمانين نتقن هارا يساورن سيس من عارف ماني مذروح أقاين ديني وكتازي مانايا والموضوع قن قواد غاس حتى المحامي المحاميين نخس ميريفيين حقيقيين حواريين فقصاثا المؤسسة ينريف أليرت ثويديج المحامي نغني وغاس أدنى على قيقا الريف أولا التاريخ نعرف أورا إيق المصير نعرف إذن أوانس تكونتروا وميغاث كونتروا الوضع ديريكت تروح السجود سقاط إطار ما غد سقال إطار هو المهمة يثنها
باش نتفي غيسورن سيس من عارف مستقبلا، لانه هذه ديج الاطار غاس في ورقي ديج الاطار قانوني. ولكن في نفس الوقت الوم تلومي غير خفينو نش بدي غزك خفينو، والوم ماريري في الاحرار جروبا لانه ونويض شاع ثقافه التنظيم ونويض شاع انفك ما مش غانق ان تؤسس ثقافة التنظيم ذا الإطارات القانونية حمتة في دنشيني غي السوارن دي دقة الفرص عفوا نقي من طفو عروجوها نطفغ الشارع ونجي ثموات ونجي ثاندينت ونجي الشارع توغن قاس السيفان نكمر سركيرا نرخوقا نتصفع السيارة من أجل الريف. ولكن ما رمانيا نسوج ذا سنتي دي دقة نوذان على طبق من ذهب، يعني ديج نطبسين نذهب نسوج داس انتي الناس قوم يثما تفضل. دونك الغلط عقدي ذاين خوران الشين بوركي وانو من شاس ثقافة التنظيم ثقافة الإطارات. وثاني تاديج الفرصة عم مصر وقت ويعدو تاديج الفرصة حوماتاف يريفيين مستقبلنا فكان أدسن يعني الإطارات باش دقان يوذان وذا وقت تنشا المجهودات النغ وذا خص نبوثي ذي النغ الشنقة وجهونا الزنسو شان حاجت مانا ينتقيث نتقيثي يعرف ولكن نثني وثق نبو يعرف. إذن أواني غزات ما مش ديوسات دقا يعني باش نعاود يجن سما سما أواني وقفت 4 يونيو 4 زي 6 يتوقن دي روتردام مارة تعقير مخاص يمكن تعتبر من أفضل الوقفات وجي المسيرات، وإنما الوقفات يحضان دايس شقاء زي 2000 شخص فقط من أجل الوقفة. أوانس ستوعب باللي الشارع الإنسان عارفي يذور يومن صلحيراك الريفي يذور أمنن باللي يا الريف نيخ الحراك الريفي يدور ذي جن الثقافة متجذرة ذي الإنسان عارفي ذكروبا أو ناس مباشرة أتصدان البيان البيان على أساس التسامح البيان على أساس شوية الوسطية خنشي نغاح بالمشكل ونغيسين بندون الريف ولكن ونرفض شو نغيسين بندون المغرب إلى آخره دقني الخطاب أقتاد فند شوية شوية. في نفس الوقت نثني مين تقن باش هذا عزم خيج القوس نثني توهمني وذان باللي مرة ما نثوض القضية أنا على المستوى الدولي المستوى الإعلامي المستوى المؤسسات الجروبا قامش الفضل يعود إلينا. حتى النائبة البرلمانية كارابولوت تنغني أوتشماثن كاتي بيري نثني قامش قد نشين إتيدي الصفغن ونتذخارق مباشرة يعني ينسف في الدقيقة الأولى مغا من زير وش مثلا قال خوس موني وش مثلا كاتي بيريد وش مثلا نغني وسنتيد لأول مرة حضانت دي وقفة روتردام انها نابعة يونيو تغعاد وغاس بالوجود على ما يسمى ريف أليرت. إذن خمينيش قان قد نشيني السيوض المانية غال برلمان نشيني دي الصفغن البرلمانية تكيخ تعطفن مانية ذي خارقا لا أساس له من الصحة من زممش نغرخو بوركي اثنين البرلمانيات وسين تحضانت ذي اللقاء نيخ ذي وقفة نابعة يونيو اتوقن ذي روتردام. إذن مانية يثبت أنه يوذن صخارق يجن حاجة توقيت ما قيت ما يسمى بريف أليرت نهاو مثهوا كارابولوت أتهوا غال حسيمة مرات تعقار مخاس سكنت أول مرة غال دال بيضا يوذان يكيدي دي السيورة نغاية دي سنتقى الكاملة قانش الفعل هو ثقيت النومي قان ريف أليرت يعني عوضة تحغي الريف سكنت غدا البيضاء أولا منايا خطير وخطير جدا. إيج النقطة النغني فالنقطة خطيرة وخطيرة جدا خطيرة وخطيرة جدا جدا ما دائما
المصادر الخاصة، قال باللي يجن الشخص تابعي المؤسسة ديالها، يتصل شخصيا كيجن المسؤول زي اللقاء يتوجن آخر مرة في فرانكفورت، وقاناش قذنت يعني الشخص وزي هولندا يتصل كيجن الشخص تابع يعني زي المسؤولين التنظيم يتوجن في فرانكفورت، يتقترح خاص على أساس أدي استدعى أمثنخ عبد الصادق البوشتيوي. منايا خطير وخطير جدا، خطير وخطير جدا. أكرر، يجن تومات غايدة استقال كاملة، يأكدين باللي لقاءات استمرت إلى الدقائق الأخيرة، لأنه عبد الصادق البوشتيوي تغوى يجيب اسم الناس مدرج أضي حضاض اللقاء في فرانكفورت، ولكن الشخص هو في السوار خرخو يتصل يجي جنز المنظمين يقارس لابد الدقائق الأخيرة، يقارس لابد تستدعي عبد الصادق البوشتيوي. ذاني تا أنا عزمي جن القوس ضام قرانا الطرس قامين دوم قاق نهارا يعني اللايفة ويد غيق نهارا يمكن ويد زار نجيج المود، ربما يمكن خساح غير حباس، يمكن الفيسبوك هذا يبلع ويتش ورحق عدد السيوراخ، يمكن اليمان هذا يبلع انترنت. المهم هو رئيسي نجاح الحاجة المعقول. أنا عزم يجن القوس خو لابد هذا النصح ذا ثومات عبد الصادق البوشتيوي، ثومات عبد الصادق البوشتيوي ما مش تسن مرة إذنات صداد المحكمة الحسيمة حكم غيابيا خشخصوا بعشرين شهرا نافذة، غاسر حق ذي استانف في مدة عشايات، ولكن يوداني فهما للسياسة قانش قثمن عن أثمن عن أثوين غير حبس أثوين أثوين غير حبس، ولكن من السبب يجين الدولة العلوية هذا يستكى جهنم لمجرد أن شن سن إلا عبد الصادق البوشتيوي غاس تدوينات يعود تاريخها إلى أكثر من سنة، إلى أكثر من سنة، ولكن أرمي ذي ظنات اتصدى المحكمة الابتدائية ذي الحسيمة الحكم النس بعشرين سا يعني عشرين شهر نحبس في أفق ذي ستانف، ولكن يوذان يفهمن ذي السياسة قانش قد يستعدو الحبس. دونك منت العلاقة إذين جاء تصريح يكشى عبد الصادق البوشتيوي ذي فرانكفورت اسم التسريع ذي الحكم الشخص وامي قال عبد الصادق البوشتيوي، واش دين شان العلاقة نخمانايا يسد صدفة واه ذي علم السياسة قالش لا يوجد شيء اسمه الصدفة، ذي علم السياسة قالش الصدفة وغاس بومشان كل شيء يتيري مقصود ومدروس، سما سجن 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 السماحة و دونك ثومات عبد الصادق البوشتيوي ينا قا تصريح نيكا في فرانكفورت ينا قاذي نايث ماثنخ ذي ريفيين موت يعني زي المخابرات المغرب يعني مخبرين متعاونين او راي الناس عبد الصادق البوشتيوي وراي جماي كاد ديني لا للتخوين مرات التزم من الصمت باش خميتي دغيني خنش مرات قام يوبا لا للتخوين وتجيبوا الموضوع ده. دونك القراءين المتواضعه شرب دخميتك في القراءين قاخ ربما أتيري صحيح ربما تيري غلط، ولكن نشت واريخ من قاخ صحيح لأنه من أخ الزيز
وربما ذا إذا يسي وضر عقرين وكرر نش تواريخ الحكم إذا صدان خثومة عبد الصادق البوشتيوي غاس العلاقة مباشرة إيك تصريح إيكا ذي فرانكفورت السؤال مغا ما يمي هذا مينيخ ما يمي لا أحد ينكر لا أحد يزمى ذنكا إلا غان خيث ما تنخذيري فيين ذا الخوانا خدمني الدولة العلوية وأتحدى شن الجن أذي ثبت العكس دونك يوذانا يقصد ثومات البوشتيوي يخفي السور يوذانينا الدولة العلوية نظام الاستخبارات الناس لا تجيد المخابرات الخارجية عاد وزيسن تكمره المهمة عاد المهمة نوذانا يقصد البوشتيوي مهمتهم لم تنتهي بعد دونك الدولة من غاد كذا أتحاول أخاسن الدفع أتحاول أخاسن تسطى أتحاول أخاسن تصنفة التهمية ومقام التخابر ما يمي من زين المهمة نوذانا عاد وتكمر خميني نقال مهمة نوذانا عاد وتكمر المهمة نسن إذا سني مكشن من تعنى هي نصف الحراك الريفي في أوروبا ربما الفكرة ثوض المهمة نسنينا عاد وتكمر شاء ما يمي المهمة نسن وتكمر شاء لأن المهمة التي منحت لهم تتجلى في نصف الحراك الريفي بأوروبا تاذ المهمة نسن خمي غينس في الحراك الريفي بأوروبا خمي ورادي الجنوة دي تفضل دي الحراك الريفي دي أوروبا خمي تيري وذان مار عقب نغثة دات خدني وذانا أتنتهى المهمة نسن خدني والسين مدين يريشا شال الموضوع عزيز ستوكل فن نخاض من ضان إلى مزبلة التاريخ ما مشي نضان نظام ذن كيران ذن يوسفي وهلوم أجرى لأن النظام العلوي ذن ذم يتقسم قشوان للشين يكسيد قشوانين طارث وكفراض إذن للتأكيد خواوارينو أن ثومة البوشتيوي ينيج موار يرقف الزي سي الزوم يقفوس خل الجرح ومي غا يقفوس خل الجرح ينضو الدولة المغربية ينضو الجهاز الاستخباراتي وحتى يوذانيتو غجان معنيين سالكلام انتومات البوشتيوي من حقهم الحتجن خدولا ني من زي وسنتوفابو الامن وسنتوفابو التستر وسنتوفابو يعني الجو ملائم الخدمة غاسن الحق هذا احتجن أسيني القف الحماق عارمة خاصة أنه يوذانينا يتبانج دل المناضل يتقش نوضع خوز تشيف يتفستيلو يتاري الريف 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 ما يمي باش داخت حشان مقارس نشي نسا قوز ما داخت حشان نشي نسنيك النيو من تعلم نسنيك النيو ومي تخدم نسن الأفعال نوم الخسيسة نسن الأفعال نوم الإجرامية نسن الأفعال نوم الخبيثة يتقم كونترا يعرف كونترا يريفيا وكتازي مانايا وذو هذا الموضوع الخطير في الأمر أن يوذانينا غاسن علاقة طم قرانت يقم جموعة العائلات المعتقلين ذي عرف وآخر اللقاءات توقن قبل أسبوعين تروح السجن تمغادزي هولندا جمع مجموعة الأمهات اسم المعتقلين الزواجة تنسن جنيج اجتماع سري بالعنتي وراء أربي وحد سي سن من دسي وقعن وما نيت واقع اتواجد الحسيمة بالضبط
منين السوار الدولة المغربية غاس المخابرات ورنشين كحيرة كريفي مبارك غاح المخابرات النخ ماني غاث القمضان وما قادين غاح في الطاوين النخ سجاد نصيد ربي العالمين وانتخطي 6 ذو شان حاجت ولكن كل شيء كل صغيرة وكبيرة طوضة نغدخو سويني أغتنم الفرصة أورا النخ تعاود النخ أغتنم الفرصة باش هاد وجه النداء يجمور العائلات المعتقلين إلى الزواجات المعتقلين إثار المعتقلين الوالدين المعتقلين هذا سنوجه يجمور زكي جوريفي يتخساريف وذين بوشن حاجة يتخسي تسنجي الكرة الأرضية كتازيار الزوخ هذا سنينيخ أي مثنخ أي سمثنخ أثيم غارين النخ قيوذا نيجان دير حبس نهار ذي الضال بيضاء نيخ ذي عين عيشان نيخ ذي مار السجون دولة الاحتلال إني ورنشين التواس ليس إني ورنشين غان خرحق كائري فيا أذي سنيني الرأي النخ ما يمي من زي نصر ذي جلول ذو حمجيق ذو ذكور شيسن ووذيفن ورحبس خل عائلة نسن وذفن رحبس خار ريف ونشك يوبا جزء من الريف بابا جزء من الريف تماما ما مش تجي شك العائلة المعتقل جزء من الريف أنا اشتي تتواز ديع الريف اشتو اني ذا تتواز خرنش نهارا نصع ويقيم شاء سنخ إلا بيولوجيا بابا سنسنيت يما سنسنيت ولكن ورنش تحسي خناصة يتمثالي تحسي خناصة يتنتا مغاري حسي خناصة ذوما أخمي ذاتي تجي يما ذباب خمين السوارخ محمد جلول محمد جلول تشيخ كيدا سن بابا نش خمي السوارخ محمد جلول تخسخي دروخ خميت فكاخ الوضع إذا تعيش النهار يايث ما تنقدر حبس شمار الخد سلحي ربما دروخ ولكن تروخ ميتي لغدي تدات وحدي أقسم بالله العظيم إلا تروخ دونك وراء قاغسنت العائلة المعتقل قال معتقل ويقيم شا قضية العائلة إذ ور قضية الشعب الريفي عامة باش نوضح في مسرية ومار يريفيين غاسن الحق ذينين الرأي نسن ذي نصاد جلول ذي الأبلاق ذو حمجيق ذي مار 2000 معتقلي جنهار سكور شينخ نتواس ذي نصار نصان هارا ويقيم شاذ الشخص عادي نصايد وردي جل بطل مار كيريفيين نفتخر أنه ذي نجن الشخص قانس ناصر الزفزافي مار كيريفيين نفتخر أنه ذي نجن الشخص قاناس محمد جلول يني وذني نتواس ذيسن ونتفتخر إلا يوذني وسند ذي الجيل النخنشي ونتفتخر باللي نصعد ذي مار يوذنا استطعم أذحقني جل معجزة معجزة من تعنى تتجلى أتسمون ذي ريفيين مار سوفوسيد وزرماط يسمون إثنش قانس نصر إذا النصر عني وني تواسخ ليس ورنش ورنش ذوما ورنش تحسيخ ربما والسينخ يمكن أن تكسخ بوحبرينو ماذا ستكشخي الشخص هو من زي قوم ذا الفعل يقى مستحيل ذي كشن يجن بعد محمد بن عبد الكريم الخطابي إذن أورا السيتي مخ الفهمان يايث مثنخ المعتقلين عائلات المعتقلين وقاغس نسا قيوذنا تحشن خاوم تحشن خاوم تبوصان خاوم أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم إلا يوذنا تبوصان خاوم وشافه مثوارين وممشتخس
يناتي ران خاوم قنسن كورشي ماني خصنا ضوضاء، نسن الافكار نسن المستقبلي، نسن ما يميت استقبال العائلات المعتقلي، نسن ما يميت سكان التمنيات، نسن كورشي قواجي وذعي الزمخاس قطرح تيجن السؤال، ايجن السؤال فقط بلاك شي ما يخاس الجواب تثبت تخمانيه ماني تافن التمنيات يودانا إني ثاين ماني تافن تمنيات يوذانا وقاهو ذوم تيشن رني إزيديك ني وتعاون ماني نتافن قيو ذانا ينا واخد من ويدم تيشن هولندا سما سوسيال هيلفا مجلس غاني نظام الاجتماع مي مجلس الدينينا غاسن شتويا التمنيات غاسن الشقاق ما يسمى بالريف للإسكان يجان تابعا المخبر الخائن والنوم يقال حموتي ما تغيروا موان ستين شاني نخو نخن السوار زي الفارغ لأنه سمى كإشارة الموضوع عن الحموتي غاس وضخ يعني بتفصيل مفصل الأخطبوط العقار سمى ديار يوش عن تيمورا مارا يوذا ويوذا ناينا استفاد الشق سمى الشقة ذي روسط الحسين ويسنتيوكش جدي جدي ودي جيبو ثمور طونكي هذا عقب خريف أليرت مين يعني الرئيس الريف أليرت مين يعني ريسنت ذاريفي تجيبو ذاريفي ميس الحسيمة تجيبو ذم ميس الحسيمة ميس النظو وتجيبو ذم ميس مين يعني مين يعني ريسنت ميس العرايش ميس العرايش ويسين حتى دي السيور تعرفش والشخص هو يتهم في وقت سابق إيريفيين الناس نقا إيريفيين أكبر شوفينيين ذي العالم يوسد وانس ونوم يقان محمد مزيان ميس قائد الانتفاضة نعرف يارد خسيج مقال تفصيلي يفند أنه نشين دي شوفينيين واش بنادم هو اش غيدافع عن خريف واش ذي وذانينا إيش غيدافع عن خاريف؟ لا أعتقد إيو ذانينا وغاسن أدنى على قيقارف الرئيس الرئيس نريف أليرت أقاث عضو في مجلس الجالية سمق عضو في مجلس الجالية ماذا من إخ من هذا عضو في مجلس الجالية ذي جن مؤسسات السيت الدولة باش تسمون مارة ما يسمى بمغاربة العالم أن تبلع جيجن بيرو هذا يسن تصرف ما مش تخص نتا ويوذاني غاسي تنتمان مارة خدما للمخابرات المغربية العابرة للقارات إوا الشخص هو يتنتمى نيخ عضو فيما يسمى مجلس الجالية وانيت الشخص هو يتستفاد ستمنيات ندولة يبوبريين دي معاشن يتتمنيات نسن واش دواخك غيدافع جاوب ثاني واش ذواد الشخص يخاك غيدافع شكت تد تمنيات نيجن مؤسسة السند إلا تنتمى غيج نظام فاسد متعفن السند إلا المؤسسة النيو تمنيات الناس من دافع الضرائب السند إلا غاخي مجيع السند إلا غاخي بوبرين السند إلا غاخي حنجاني مزيان تتسندي بارا شكتي سيد تمنيات زيد دولة النيو يعني شك عماصي إلا تخسد الخالي الإنسانية عماصي إلا شك تخسد الخير للإنسانية أبدا مرام وني تخسن الخير بنادم لا أعتقد أنه ذي انتمى غيج المؤسسة قانس انتمى المؤسسة اللي غدولة المغربية بتاتا مرذا يكثنقت من الضمير الإنساني إن كنت تملك ذرة من الإنسانية لا أعتقد أنه الشخص هو
أذن سما ديالي موظف غيجي الجهاز تختصن تستيدين يبوبري ذي متطون الأمهات. لا أعتقد، مستحيل. كذلك الشخص هو بمعية أشخاص غنقين ديري في أليرت نثني سمى الأعضاء في ما يسمى صوت الديمقراطيين المغاربة بهولندا. صوت الديمقراطيين المغاربة بهولندا وهلم أجرى. وذين يجل إشارة بسيطة ذين اثنين الأشخاص رخون تقو ذان السيور قانا جلالي التخوين أنسقع عنج الحراك ذيو يو عنج جنزميت غصي وضم نشينا نتفاروش خمي غير راح الحراك هاي يمينو يا ذيفق. اثنين الأشخاص الجنزي هولندا الجنزي بلجيك يوذانا ينا سواء نخلي يسار المبادئ اللي يسار اثنين نوذان طلبا رسميا الانخراط ذي مجلس الجالية والملف نسن عاد قتيديني ما استرجى انا خاص ندراغن ولكن وخاص ندري غير نشا يوذانا ينا نهار يتفق دي تزايد خان يتفق دي قارش قانش داري في ذا يسار يا واحد جمع الملف نشا صح وحي سيد الملف نشا قال الملف نشا قضي خصاري نهار ميتوأس المجلس راغان تخيري فيين ولكن امي السيد فن والله ما السيد فن هذه جوري فيها نضاع عارفين ضعفرا إذاني وذانينا إصاصا الميل فنسن بشاذيرين هذا الأعضاء دي مجلس الجالية يوذاني لسنا خفيت زايدا ها موي يوذانينا عاود ينوم يقان ريف أليرت ذين كيدسني وذان متهمين بسرقة أرشيف محمد شاشة. ونوي السير محمد شاشة، محمد شاشة ديج الكاتب داري فيه غاس مجموعة الكتب، غاس مجموعة الوثائق، غاس مجموعة الأرشيف. إوا الشخص هو متهم بسرقة أرشيف محمد شاشة. إذن واش دينا دي وذان؟ إيش تغيوين الخايا الريف؟ واش دينا دي وذاني شغي خسن رخايا عريف واش دينا دي وذاني شغي خسن سما اذ خسن ناصا اذ خسن جلول. لا اعتقد ما يمي من زي ناصا جلول وسين ذا ذقن لحد ذقن النهاية ينا يتشعنا موسيس من عريف وسين ذا ضنغن ينا يسترزق نس المعاناة نعريف نثني ذي لا وعي نسن ذي لا شعور نسن شاهن ناصا جلول ما يمي من زي الفكرة النص جلول الفكرة التي ستضع حدا للانتهازية والاسترزاق باسم الريف سويني نهارا قورنسن قال اسم ريغان فخ نصا غتنقص دي معصا قورنسن بريغا فخ جلول تقصن دي معصا وخاص بيا نج ظاهريا اقيني نصا جلول نثني شاهن نصا جلول ما يمي شاه النصا جلول من زي نصا جلول يسد ذيك يضع لوضع حد سما الانتهاكات تمارس سيس من عريف ذي عريف. هم تكمل خل الموضوع باش وانت كتا خويا ويا هذا يسنعني 2 مينوت تنعدو يجن الشخص مصيبة كحلة ما تضحش ما تروث ما نضحش ما نرو تو غادي يجن اتفاقية قناس اتفاقية شراكة مع بلديات هولندا إجيت نتيجن الشخص جينا ذو ميقان ريف أليرت في إطار التعاون مع البلديات يستفد سمجموعة يجن دعم ضم قرن التمنيات على اساس هذه هو وهذيك فرص الشغل هذيك كثير هذيك كثير ذي المغرب سمين داز انت جاي 8 ثاني ما تسين مشى قال ني غو ما نضحش ما نرو
وفيغ مين غيك خنشوف فيغ هاد الشهور غادرو تمنية ثاني سمي زي سنتي قام يوحي بن زي سنتي جن شقق للبناء يعني وطس يقز زي سنت العقار يقز زي سنت مشروع تجاري وأقسم بالله العلي العظيم مسخرق واش دينا دي وذاني غيدافع عن خي بوبريا واش دينا دي وذاني غيدافع عن سما خي محباس واش دينا دي وذاني غيسينا منو السما المعاناة ريفيا لا أعتقد ويوذاني ترجان الخاز الجوذانا يعني وتويرين هم اللي خصصنا ذك النواضة الزان ثيفت أقاهم الشخص إجا اتفاقية شراكة مع بلدية أمستردام على أساس ذا سمولا مجموعة المشاريع باش تسخد منيح نجان دي التمغارين دي عيزن ومي غيستافد سما 6 مليار ني 6 مويل ني إيه هو يوحي بن الزيت شان 7 8 مليار العمارات إذ وريتك التجارة يزنوزا واش دي نادي وذاني زي تراجا مرخي واش دي نادي وذاني زي تراجا مخاوم دافعا قانو حرن النيا ورا 700 ألف مليون مرة واش دي نادي وذاني خاوم غي دافعا هيري فيا فاقتي جو ماضي الحياة وميجن دقيق وش تصم ثاني أنا أنس بدل الموضوع هذا نيتا شفايس نسي ورخاس ما يكفي والسين ما عشان وقت عاد ما غاو مشان الرغبة تحسن ما صافي ما راثو حرمان سبد ما راغاو من الرغبة نسي ورانا عني شي حاجة مهم رخص ما تحس ما دنقي جم دي جم واحد باش واخو من تيريبون ذكر بلا توارا مخص ما تسي وراخ يقيم دي جم واحد باش انا عني شوية موار بلا توارا مثو حرم ذا يومي ضاس انس بد منايا هنجرى موار نغني ان شاء الله المهم كاي عطر وور وديتي وض انا نيج الموضوع النغني الموضوع عظم مزيان هذا سنكيش 5 مينوت وها يجي الموضوع عظم مزيان المهم موضوع هذا يسير 3 مينوت نهار نين سفتي عدان تو غادي نيجن يجن 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 اللقاء يقيث وزير الجالية ذي ثندينت نومي قال أنت ويربل تو غاي سوارة ذي التومات أنوار سكي غا سيجم وزول ضم قران ذي مار يثما كيسي حضان ديني نيخ أنه نهار السفت يعدان تغاديني يجي اللقاء كلف الزايس ما يسمى الوزارة الجالية نشين وين تجيبو الجالية حد نش ثاني تقع غاسي الدولة العلوية أنا لست من جاليتك نش وجي غوزي الجالية نش داري فيه ريفي مشتت ريفي مهجر نتيجة جنسياسة عنصرية إن هجيت المجرم نومي قال حسن تاني كيذ نخ إيجيري فيه النيخ يسمون الديني مجموعة النوذان ولكن أدرك زخي جن الشخص بوركي يسي وريكش الكلمة دين غا داخل الشخص هو يتنتمى غيج المسجد قانس مسجد السلام مسجد السلام ذي مدينة أنتويربن الشخص هو الإمام وخطيب اسم النس حسب المعلومات إذا يظن قانص الطاهري انت تجي مشان قانص الغماري جار رويض ذي الجبارة متواجد هنا في أوروبا منذ 1991 وكان ديجا يكشس محمد السادس وسام ملكي قتوريد محمد السادس يتيش الوسام ملكي للمفسدين
هاد الفقاوات يجين تابعين تا اكس سين معروف محمد السادس حسب المعطيات. اذا غديوضا همزيدني ومقال مسجد السلام غايت انتما استعمى خاص بالمطلق غادي هنا تمزيد وين اشتقان اسم مسجد بلال اشتقان اسم مسجد السلام وني مسجد بلال رفقي النص قناص رشيد ولكن نسي ورخ مسجد مسجد السلام ما يميقا خاورا تحاول قدر المستطاع هذا يسختصر ما يميقا خاورا قاغس ريفيين وما أكثرهم في مدينة أنتويرب أي ريفيين أنتويرب قذر عيب ذر عيب خوم أمام التاريخ وأمام الله وخوث قذم التاريخ وقذ سيد رب العالمين أي ريفيين أي ريفيين أنتويرب قعيب وعار عليكم ذر عيب وعار خوم يثمة الزومي الزاد شرفقي غم والنيع يكشس محمد السادس وسام ملكي واش توارم كني محمد السادس اش يكش الوسام مروث جيد دم خزني ذا المخابرة تمنتع مروث خدم ذا المشاريع السياسية الناس مروث جيد دي الخطة كيدس واش توارم محمد السادس اش يكش الوسام واش وذين ويري في يند الأحرار دي أنتويربن واش تمزيد يوم قان مسجد السلام وذي سوي وذن تقذن صدى رب العالمين وذين ويري فيني تقذن الله سبحانه وتعالى أتسيور ميق المجرمة ويقو قتاروا مين يعني انت باش الزومي السور مين يعني انت باش خومي بالعدين وزن ما تعر من نفس ما تحمد الزاتش مصيدة ربي ما تحمد عبد محمد السادس واش تحمد عبد مصيدة ربي ما تحمد دعامي محمد السادس ثامزي ذات بالنمت النثاء عباد الله تمزي ذا تبنى متستن عاشين طاروان ومذ قروبا تجمع مد فرانك 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 غوم قاروم دي سك محمد السادس يجنفقي من المخابرات الزومي الزاتش الزومي بالله الصراحة نشتم ما دور خد سلحيخ تتاخذ الزومة بعد أن مرة وتزمام وتزاتش شوا ناس رفقيني قصلا وانس بالله العلي العظيم لا تجوز ما يمي لا تجوز هذا ومين يخ ما يمي شو تجي هو مفتي دي الاسلام اللي خارج العلم ضم قران دي الدين ولكن شمين السنخ الدين الاسلام يسد من اجل جنحاج يسد ذي حارب الظلم يسد ذي حارب الشرك ولكن في قوه النظام حارب بالظلم لان الظلم يتمارس محمد السادس الشعب عارفين نهار يتوارث مش ذو غاضد وقزين الحيوانات في مارة فما بالك سيجن قانا سرفقي ما غارف قوثا وزمانا السيور نذينين اللهم إن هذا منكر قول كلمة حق عند سلطان جائر ما مش قال اسم ذي الحديث ذو النوم قال الإمام الحقيقي والإمام الأصح إقا كلمة حق لا يخاف في لا يخاف في الله لومة لائم قد وومي قال رفقي الحقيقي ويتي وقذبوش انحشت إلا الله سبحانه وتعالى ولكن نفقا وثوة تقذن بصي غربي تقذن محمد السادس خدم تحت إمرتي سويني قاو ميري فيين برات ورم ثمزي ذا قربث قاكني مونث قفوس قفوس الزرد خفورة ضينا حاشا إلا ينا ذا رفقا وث سك ما فراغ الزرم خسر قد سمسان ذا ومديني حسبن كني واث فهمن تقن خوم التاك باض تاع جروف قنش زريخ مشكي ومتمعامل يتقعد غربين بعيد غير سقد سمد سيدنا عيسى يقعد نخربين سويني تتاخذ زيوم الله يرحم الوالدين يعني وقت الجد شاغاه يري الموقف زيد مزيد وينه يعني نحتارم دي مزيد وينه نحتارم سما صلاة رب العالمين يوصى يخس انت ولكن آية يسمع قرب ذل في قوات المخابرات أي رفقي ويسير دي الحراك ويقع كلمة حق دي الحراك وني غزر مخاس سكمت غوفراب مع الأسف الشديد قصير حرط طاس بوركي السقسي خنا نايل 90 دي ميان انو ذاني تزاد شنواني رفقيني ديري فيه حشومة ذرعيب وعار والله العظيم إلا ذرعيب المهم هو ذا ورم كانو غيني هذي الموضوع انسور كيش الموضوع نغني في سوسوا هذا غياب
المهم في إطار سمى العلاقة كاع، يقلنا اسم اللقاء غيتوكل ديال البرلمان الأوروبي، ما مشت السنمارة نهار 28 غادي يجي اللقاء داخل البرلمان الأوروبي. ذني مجموعة المدعوين دسنا السيور داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم يجن الشخص قناة عبد العزيز النويضي. هنسيو شوية عبد العزيز النويضي مين يعني؟ واش غاصر حق ياسر السيو الخريفيين مالا؟ وثي ذي السكن وسيوكشين سما الموافق وثي اقتارحن ما يمي اقتارحن ما يمي بالضبط عبد العزيز النويضي ما يمي ويجيبو خالد ومعيز الريفي الحر ما يمي ويجي الجامعي ما يمي ويجي بن عمرو ما يمي بالضبط عبد العزيز النويضي اني ويسين من يعني عبد العزيز النويضي. عبد العزيز النويضي محامي عن هيئة الرباط انتيت غي سنة دي السيور دي البرلمان الأوروبي سيس مينونش كي يعرفي دي اسم النم دي اسم النش نشين وغا حد خاخي السيور عامين شين تمنضى دي الشوارع عامين شين فرض الوجود النخ دي الشوارع ونجي ثمات ونكي ونجي ميس ونكي غم قارو دي سيجن الشخص هذه السيور دي البرلمان سيس مينو دي اسم النش دي اسم النس بدون ما كيخ مشاوان بدون ما خسقسان بدون ما خينين كلمة سؤال بسيط سويني هاد حاول قدر المستطاع تخرج الإشارة بسيطة مين يعني ومي قال عبد العزيز النويضي شادو مين يخ مين يعني كني وشف كاث مليح غزات واش ونيتا بأي وجه حق يسدد السيور سيسميري فيه عبد العزيز النويضي حسب المعطيات ما التي حصلت عليه قرف 1990 كلفه الحسن الثاني لتأسيس لجنة استشارية قانس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان وثي كلفن تسرما يومين دنيخ ما ويتسريم شا مروا تسريم دعاو الخواور نيغو مثلم ويكلفن عبد العزيز النويضي يكلفيه الحسن الثاني سنمو ما قال الحسن الثاني ياك الحسن الثاني ونين غير نجدو نخذيه 58 ونين غير ايثمات نخذيه 84 ديال النضو ونين غير نسمى يعرف السياسة التهجير ايوا ونين يكلفي الحسن الثاني على اساس تأسيس لجنة قناة لجنة استشارية لحقوق الانسان ها واحد كان مستشارا لليوسفي سنم اليوسفي حكومة التناوب جاء 98 و 2002 مستشار الوزير الأول اليوسفي يعني مين يعني السؤال موجه إليكم مشارك في مجموعة من التقارير الحقوقية الدولية المتعلقة بالدولة المغربية إني ويسن وضعرفت هذا متواجه مخصت مزيغت خميت شان منظمة غبارة ما تيسي المعلومات خل المغرب ذو النيس يتقدم المغرب يعني الدولة المغربية ذو النيك تقدم هذه السيورة ذوك الصورة لحقوق الإنسان دي المغرب يعني وهم يخدم ما عليك ذوك الصورة عكسي يعني الصورة غيرين كونترا الدولة يري وزن ماسك الموافقة دي السيور من يعني السؤال موجه إليكم ونت من المطبلين لما يسمى لدستور 2011 الدستور من 2011 عارضت الأغلبية الساحقة للجماهير الأغلبية الساحقة للشعب المغربي وبمن فيهم الشعب الريفي ونيتي قارش أفضل دستور يسدي التاريخ هو الدستور من 2011 ويقارش أنه قديس استقلالية القضاء شخص من يجي استقلالية القضاء استقلالية القضاء تنيك حكم النهار خل البوشتيوين تغي حكم الخلاصات تنيك حكم خيح نجان موكشين يظن 22 عشرين 20 سنة نشتش سؤال بسيط ونتيت كتيز مع الناس الدفاع في المعتقلين المختطفين دي عكاشة تحية طم قرانت نشكره يعني زي الأعماق لقلوبنا ولكن السؤال مطروح ما يمي الشخص سوا ويتبني شال قضية اثنين حنجان تكشاس المحاكم الدولة الاحتلال 20 سنة لكل واحد منهما الأشخاص سوا إش قانت جمل طلوح إيش قانس جمل طلوح
التومة حسن باربا كشاس المحكمة الاحتلال المغربي 2020 سنيجي ما يعادل 40 سنة يوذن يالله غاصن 18 سنة يعني خميت غفغنة في السعد والدوبل من توغا غاص قبل ما ديال فقر حبس ما يمي ويد دخل وميقان عبد الله يعني عبد العزيز النويضة دي دفع خي بوبرينا. السؤال موجه إليكم، الشخص هو توغا يتبنى القضية المعتقل ما يسمى معتقل أقديم إيزيك يني إتوغا متهمين باغتصاب يعني بذبح يعني غاصن يوذني غاصن مواني دي السحرة. الشخص هو توغا يتبنى الملف نسني الدفع خسن أو مكارو في اسمه في وجه القضية يسمح ليسن يوزدو النوم يقان عبد المهديوي نسيتي ما ستفكر بالصراحة نسول أنت يقد خاص المقال الناس درعيب وعار وخا يذنب المجرمين ولكن باش تجدي الموقف يعني شك لا تحترم أخلاقيات المهنة المحاماة. سبق له أن تهجم على البوشتاوي يهجم تخس في أكثر من مرة التهميس مجموعة الاتهامات الخطيرة الشخص هو مقال عبد العزيز النويض مقرب دائم بالدوائر الرسمية نتر بدا غاس العلاقة بالدوائر الرسمية المؤسسات الوزارات وغاس لديج المشكلة الدولة المغربية انت كان زي الأعضاء المؤسسين لما يسمى لجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة للدولة في 1990 أوانس يعني اللجنة يومي قال اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أتبدل اسم التحول فيما بعد إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خاسيد غياس ما يسمى نهار المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعني الذي صار مؤسسة دستورية بعد دستور 2011 وغاسيك تنتمي ليا زمي الصبار ماري شفاني يكتحش نهار خيري فيا الشخص هو زي المؤسسين المؤسسة مارة بدون استثناء من زمارة ديني الشخصية يثمع هذا من يخمين غيين أشيني هناك تجاوزات دور ذوكش الكلمة ذي البرلمان هناك تجاوزات هو زيد هناك تجاوزات 20 سنة نحبس وحن جاغاس 18 سنة من مصر الحرام هناك تجاوزات ها هناك تجاوزات بنادم نصعد من شوانتا دي سجن انفرادي دي بوري دي هناك تجاوزات اكش من غيني اشيني قال المغرب قي في الطريق الصحيح قد حلاج شوية الوقت الايام بيننا مرينا شن كلمة مريسي شن الموقف زي الدولة العلوية اتحمل خل المسؤولية وموارين ومعر المهم قبل ما تكمل قبل ما تكمل سؤال واش وقع هو المحاميين ديريفيين واش وقع هو المحاميين معروف عنهم النزاهة واش وقع هو ريفيين تابع القضية الحراك بأدق التفاصيل وملتزمين بالملف واش وقع جنشا أقين دين ما يمي بالضبط وانيتا السؤال برمالك خصمة تشكيكني خذا سوجد خشن حاجة غزال ولكن السؤال طرح قوم في كنيو طرح قوم كنيو هاد السقسام ما يمي بالضبط ذويت اقترح الدولة عفوا ذويت اقترح يوداني خدمني الدولة شو فيه مخولو وانت معروف تغدى حزبي ذاني تنقتضي الصميم المبدأ الحراك لا للدكاكين السياسية نشوى فيه مخولو ييثم قوي جبور احد وشت السيور دخل الحراك قال الحراك الريفي وزما تعزل السياق التاريخي قال الحراك الريفي دي جزء لا يتجزا زي مجموعه الحراكات واللي غيسيور الخريف ديال البرلمان الاوروبي قال هذه جن فرصه تاريخيه ما يمي غنستعدوها عباد الله ما يمي غنكشيو انا ونسين احتراماتي له احتراماتي خزم مع الناس يتش الكلمه دي وينهم مش سقان دي المحكمه يتزعزع المحكمه السنخ ما انا يحفظ صدام ولكن واش دوني دغناوه ديال السيوسيس من الحراك الريفي واش واحد دابا يودان الشين دي اوروبا ما غا زعما ربدا الشين تاع الزرغبار رئيس الجمعيه الريفالي ارتمو زيرغاب رخو عاود بغيت غيسنا ديال السيور الخريفي ديال زيرغاب الشين زعما وسينا السيوار
ما هو نغري ما هو نسينا نكرافة نشينا نزيع ثاق ميجاد اه واش نبدا نشي نسوى نخا خربها راني عماس نشي نسي ورخي يغفلنا واش نبدا ما تقيم سما اد نرقض نطزوت كنيوة تسمات التام الى متى الى متى والسؤال مطروح الى متى نقيم الوضع عن الشيء. المهم اكني ونج فقط غير هنا كلمه هذو منتيني قبل ما يكونوا مصوري الكلمه ثاني الزواروت تعقار منها ومن اجتمع ذي مدريد ذي شهر خمسة نكاذين ما يسمى بالتنسيقية الأوروبية إخارقا ثيو الشنس نكمر الاجتماع ثوزد الدولة المغربية شرعت نخذ ذاني نخذ كومصا ذي الاعتقالات العشوائية تعقر ما كي ديما وكي تعقير مشا تعقر ما كي لمجرد يكمل الاجتماع ذي مدريد ما يسمى بالتنسيقية الأوروبية يهواد النظام العلوي خيايث مثلا خي بدا يتعتقل ديس ما يميع من زير يزد تغاديني صحاب الحال عاف عن التقرير ناس قصوا قني ما تسني خوا روح تعتقل روح تخطط فضت قدمارة من تخس قنسنا البيانات هو اللغة البيانات التدوينات ها واحد هو ناس يزد اللقاء ان فرانكفورت لمجرد انتهى اللقاء ان فرانكفورت من يوقع تأكيد الأحكام ماريني توغى في حكم الابتدائية يوجد الأحكام الاستئناف سن ما يميع ناس قايني السوق إخوة يقذ مارا من تخسر وتجيبو صدفة أواني مش شخصيا تقترح ثومة مصطفى الورغي غايضة استقالة كاملة مصطفى الورغي ذو اني غي السيورن سيس من عارف عاود كيف يعقل وذي نرديج من الشخص ساز جروبا ما يمي زعما ما يمي ما راي نغني داس نزي عارف ما يمي وغا خبوي وذان ساز جروبا السيور من الشخصية تقترح ثومة مصطفى الورغي ذو ذا ورم كارو يزما خديني في وشان مساقا ان شاء الله في ستراسبورغ يني تغيس اكني وحفظ سيدة ربي مارا